مرحبا، أهلا وسهلا فيكم من مطبخ فتافيتو كيتشن. اليوم وصفتنا عن شراب قمر الدين بالكراميل. هي وصفة جديدة وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم. كتير ناس بيحبوا الكراميل. مكونات الوصفة كتير سهلة مثل ما انتو شايفين. حبات من المشمش الفريش الطازجة، هون مخليين من البزر، سكر، ليمون، وعاء لحتى نشتغل فيه، هاند ميكسر او ممكن نحطه بابريق الخلاط، وكاسه للتقديم. اول شيء رح ناخذ السكر ونحطه بالطنجره، بنحط عليه تقريبا معلقه صغيره من عصير الليمون، بنرفعهم على نار متوسطة لحتى نعمل الكراميل. بنترك السكر ليعمل كراميل على الغاز، وبالمرحلة هاي بنجيب الهاند ميكسر وبنفرم المشمش. طبعا احنا بنقدر نستعمل كمان شراب قمر الدين الجاهز، ما في اي مشكلة. انا بس رح شوي اوطي الصوت لانه حيكون مزعج شوي. صار السكر كراميل زي ما انتم شايفين على طول، يعني ما بيتحمل. انا هون استعملت ربع كوب من السكر على كوب من عصير المشمش الفريش. بعد ما هرسته راح احطه على الكراميل وراح ازيده كوب من الماء، وراح اتركه يغلي 5 دقائق وبطفي عنه وبقدمه. هيك اصبح عندي شراب المشمش بالكراميل او قمر الدين بالكراميل جاهز خلاص، وغلي شوي لانه هذا بيتحضر سريع، يعني بتضيف بنفس الوقت. طبعا بنصفيه قبل، لانه مثل ما انتم شايفين في الجلد تبع المشمش بدنا يعني ما يدهينا اثناء الشرب. بنصفيه وبنحليه، لانه طبعا معلومة كتير في ناس ما بتعرفها انه سكر الكراميل ما بيحلي. سكر الكراميل بمجرد ما حرقناه بيفقد الحلى تاعه، فطبعا بدنا نزيد الحلى حسب رغبتنا، وكمان الكثافة حسب رغبتنا. يعني انا شايفة هون هون العصير كثيف، راح ازيده شوية مي على حسب رغبتي انا، وطبعا كل حدا حسب رغبته. هلا بنصفيه وبنضيفه. صار العصير تبعنا جاهز ولونه غامق هيك طبعا من الكراميل، طعمه كتير زاكي ومختلف. انا صراحة زدته اقل من ربع كوب مي وحليته بالعسل. طبعا التحلاي بيرجع لك انت، بدك سكر عادي، عسل، سكر بني، التحلاي حسب الرغبة. هيك العصير تبعنا صار جاهز، بنقدمه مع مكعبات التلج. بتمنى ان تكون الوصفة سهلة وعجبتكم. اللي راح يجربها فيكم يا ريت انه يبعث لنا على الصفحة او يترك تعليق على على الصورة. جربوها، كتير طيبة وكتير لذيذة، وطبعا كمان المشمش موسمي، فبنشجع الكل انه يجرب هالطريقة ويا رب تعجبكم. أهلا وسهلا ومية مرحبا.